بنطلعها منين؟ بالفرصة. أنا بخير كتير أوي.
حته اللحمه حضرتك طيب عندي في الشوربه. طب لو عايز اطلعها بحط ايه؟ بحط كبشه. ايه الكبشه اللي بحطها؟ فورسبس. بس استخدم ثاني فورسبس ده الطويل ده هتبقى بعيده قوي. استخدم مين عندي؟ الشوربه. العلم ولو ما لقيتوش وغالبا ما بلاقيهوش بستخدم مين عندي؟ اللوك. تمام. والعلم ما بلاقيهوش انا بحس ان اللوك انا بالكو الاقي ايه حتى امسك منشال ده عدد تمام ماشي. انا الثاني الاقي حاجه ايه بمسك منه مفيش مشاكل. ينفع تحطه كده يا دكتور وتشيل منه؟ اه. الله يبقى في الامس كيوب اما يجي يقول لك او في الشفوي ينفع استخدم الفرصه القيصريه هتديله علامات الاندهاش والانبهار ولا عادي يشتغل؟ عادي يشتغل. وتقول له ان هم عملوا شفت فرصه علشان كده وتلاقي ان هم نوعين واحد عندي ستريت واحد ستريت. ستريت يعني ايه؟ ستريت اللي حاطينه كده شايف؟ في هنا كيرف ولا مفيش؟ مسوح بالمنظر تمام؟ ده بيسموه سيمسون ستريت. اس ستريت اس سيمسون اس ستريت اس سيمسون ماشي سيمسون. طب ولو كيرفت بيسموه ايه كيرفت عندي؟ لا مش رجلي الدبليو سايد بيسموه ايه؟ رجلي تمام؟ بتقول ايه؟ ورجلي ودي ده ورطاين 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 ها؟ ورجلك رجلك ايه؟ ها؟ اقول لحضرتك انا بسمي ايه؟ الكيرفت مقوس زي مين؟ زي رجلي. كل ولد كده يروح يبص على صدامه زي المعيز كده مقوس زي مين؟ زي رجلي. فالشورت اس ستريت اس سيمسون الكيرف بتاعتي الاول زي مين؟ زي رجلي خلاص. والاثنين اخبارهم ايه؟ والاثنين 11 انش مفيش فيه مشكله ماشي يا دكتور. طيب امال ايه اللي حكايه اللونج دول؟ الاول اللي انت على كلمه شامبرلين الشاب يقول لك مين اللي اخترع الفرصه هتقول له عائله شامبرلين بانجلترا عائله شامبرلين بانجلترا. طب الشامبرلين دي افرع كتير قوي عملوا ايه علشان نوصل للفورسبس عندي اللي انت شايفه الكلاسيكي اللي انت شايفه ده هو؟ والله حضرتك كل واحد جه انسان مساهمه. واحد حضرتك عمل سريشن وعمل شوتر اسمه ايه العمل؟ اس سريشن اس شوتر اس سيرشن برضه؟ برضه ماشي يا سيدي ده سيمسون. طب واللي عمل النوتش اسمه ايه عندي؟ اسمه بارنس. اهي برضه ان نوتش وبارنس في مين؟ في حرف الان. هو احنا بنتشعلق في اشياء تمام؟ طب ونيفير يا دكتور عمل نيفير ولا عمل فرق؟ ولا عمل حاجه اسمها مين؟ اكستراكشن بيس بالمنظر. هو اللي عمل اكستراكشن بيس بالمنظر. بس هو ده نيبل اما عمل اكستراكشن بيس بتاعته حطها فين؟ حطها على الهندل بالمنظر ده من بره. على اكتشف ان الفرنساويين والالمان حطوها على البليت على البليت. والعلم انا مقتنع اكتر باللي حطها على البليت مش على الهاندل. ليه؟ انتوا مش عارف هنا انا مش عارف احط مين؟ مش عارف احط ايدي مش عارف احط ايدي. الاشكال التانيين حطوها مين؟ على البليت عشان تعرف تمسك كويس. انا مش عارف مش عارف احط ايدي كويس مش عارف يعني في عندي فضلات تمام؟ ومش مش مش دي بس المشكله وبس ان انا مش عارف احط ايدي. انت لو حطيت الاكسستراكشن بيس دي شايف انت بتعمل ايه كده؟ انت بتجيب الهاب عندي اللي هي الحته دي بس مش بس مش مهم. يبقى نبيل هو اللي عمل الاختراع اللي اسمه مين؟ اكسستراكشن بيس علشان يعدل مين؟ الاكسستراكشن. وفعلا يا اولاد هو ده الفورسبس اسمه ايه الفورسبس يا اولاد؟ بيسمى حسب اللي انت شايفه. ممكن يا اولاد اسمع عندي الفورسبس ده اسمه ايه؟ سيمسون. هو ده اللي بيجي في السلايد ليه اسمه سيمسون؟ سريشن وايه كمان؟ وشوف فممكن اسمع الفورسبس ده اسمه ايه؟ بارنس. ليه اسمه بارنس؟ عشان في نوتش. بس ده ممكن اعرف منكم الفورسبس ده اسمه ايه؟ اسمه عندي نبيل بارنس. ليه قلت نبيل بارنس؟ بارنس عمل النوتش ونبيل عمل مين؟ اكستراكشنز. في المشكله السلايس بيجيب لي ايه؟ متفرج. لازم اعرف كل واحد عمل ايه؟ عمل ايه عندي؟ طيب سواء نبيل او سواء سيمسون او سواء بارنس اللوك بتاعك احلى لوك في الوجود. ايه احلى لوك في الوجود؟ مين السهل تركيبه وسهل؟ اسمه ايه اللوك ده؟ دبل سلوت. دبل سلوت يعني ايه يا دكتور محمد دبل سلوت؟ سلوت يعني ايه ممدوح؟ فتح. سلوت يعني ايه عندي حضرتك يا محمد اسماعيل؟ يعني فتح. فتحتين كل حديد اتبيت في مين؟ في الفتحه الثانيه. كل حديد اتبيت في وشايف جمال الانجليز ان هو ايه؟ سهل التركيب وسهل مين؟ الخلع. سهل التركيب لا ما فيش جامد ما ينفعش
وفي نفس الوقت سهل مين؟ سهل حضرتك مين؟ الخلق، سهل الخلق. طب الجماعة الفرنسويين ايه الاضافات اللي عملوها على الفورسس حضرتك اللي اسمه عندي حضرتك تورنين؟ ايه الاضافات اللي عملوها الفورسس اسمه تورنين؟ كون الجماعة الفرنسويين لقوا ان اللوك عندي المصدر ده اللي هو دار الاسمات اللوك بالمصدر ده مش كويس بالنسبة مش كويس بالنسبة عملوا بيه؟ عملوا حضرتك اللوك عندي بالصمونة بالصمونة يعني ايه بالصمونة؟ سكرولوك سكرولوك لا دكتور عملوه بالسكرولوك اصل كمان الفرنسيين دول جماعي شوية خرافير شوية خرافير شوية طب من فرفرتهم يا دكتور عملوا ايه؟ قال لك لا انا مش لسه بقى هبين ده فهبين ده لا انا مش حاطه هنا حطيتهم هناك اهو وهات لحضرتك عندي حتة صمونة من فرفرتهم كل اللي عملوا ايه في الصمونة اهو يعني يا اما يفتحوها كده يا اما يقفلوها كده مجرد حتة ايه؟ صمونة سموه ايه الصمونة دي؟ سكرولوك منين يا دكتور؟ من فرفرتهم ومن فرفرتهم كمان ومن خلقهم عملوا ايه؟ من خلقهم الايز استراكشن بيس ما حطوهاش على الهاندل عم حطوها على مين؟ على البليد الاخبيه حطوا حته الحديده بتاعت البليد دي ان هي تركب فيها حطوها منين؟ من جوه عشان تعور مين؟ راس البيت ده غباء ولا مش غباء؟ طب والالمان؟ الالمان اذكى والالمان اجمل شايف ميلني موري عمل ايه؟ ميلني موري حضرتك عندي قلل اللوك الاثنين عندي حضرتك الدارن سبوت الدارن سبوت وعندي السكرو ليه؟ علشان جامدين بقول لك اديني عايز اقفل على اي حته دي قفله مش بس عندي الدارن سبوت بتاع الانجليز وكمان عندي الفرنش لوك اللي هو مين؟ سكرو عشان جامدين وعلشان حضرتك عندي جامدين مش محتاجين ايه خالص الالمان مش محتاجين لا سريشن ولا شولدر ولا اي حاجه بس تاني الفرافير يقول لك ايه؟ العرق قال وايديا هتتظبط قال ها الالماني لا الالمان عاملين كل حاجه جامدين يمسك ماسك ولا يفرق معاه حاجه ومن ذكائهم حضرتك يحطوا عندي الاكس استراكشن بيس يحطوا عندي المسامير القدم جوه الجرح الراس ولا من بره عشان اغبياء عشان اسكان عشان اسكان عرفت الفرق بين الشعوب؟ عرفت عنده حضرتك هتقول ايه للراجل؟ شفت القصه اللي عنده بيحبها ازاي؟ روحي بسم الله الرحمن الرحيم يلا يلا روح يلا تمام ايه السيتس الانجليزي؟ قولي لي صفاته سيريشن وشولدر مين اللي عملها؟ سيبسون اس سيريشن اس شولدر اس سيبسون عمل ايه كمان؟ الشورت ستريت فورسبس سيبسون عمل ايه كمان؟ الكيروسس ليتو بيها عوارسه للفن وانا خاف ليكون سيبسون ده سيبسون ده سيبسون ده اقول ما حصلنا هو احنا المصريين الوحيدين في العالم اللي بنسال اسئله بهذا المنطق وتلاقي في الاخر هو في سيبسون واحد بس في العالم كذا سيبسون زي ما الاجانب يجوا عندهم بالنسبه لهم محمد محمد عبد الفتاح وحمام عبد المنعم محمد سوري محمد عمل ايه؟ يا عم ده كان اسمه محمد بس محمد هو ماشي ادي سريشن ودي مين عندي؟ شولدر سيرسون طب امال النوتش بارنس بارنس بالام ونوتش بالام قال يعني طب والاكس استراكشن بيس مين اللي عملها؟ نيفل نيفل طب نيفل عملها عندي يا مندا عملها عندي فين؟ عملها حضرتك عندي على الهاند بالمنظر ده ما الفرنسويين والالمان عملوها فين؟ على البليت مين الاخبى؟ فرنسويين عملوها منين؟ من جوه ومين الاذكى؟ المان عملوها ايه؟ من بره قولي لي الفرنسويين الفرافير نوع اللوك اللي عندهم ايه؟ المنظر ده والالمان الجامدين ايه نوع اللوك اللي عندهم؟ الاثنين عملوا ده السلوك وعملوا مين؟ والسكرو او الالمان علشان جامدين محتاجين عندي سريشن محتاجين عندي محتاجين اي حاجه ولا بسم الله والله المستعان نشد عندي كل حاجه نشد مين؟ كل حاجه طيب الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه ايه الناحيه الثانيه؟ سبيشال فورس سبيشال فورس طيب وايه السبيشال فورس اللي عندي؟ حاجتين فايبرز ومين؟ وفيلد يلا ولاد فايبرز ده بتاع مين؟ على أكثر كم من الريتش كل بقى الثلاثة في كتوبة في فايبر في بريتش في كيرف برينيل يعني ايه برينيل كيرف؟ يعني فاكر حضرتك لما اشتغلت انا مع اوليفر كانت ايه المشكله؟ كانت المشكله عندي حضرتك لما جينا نعمل اللوك بتاعي عملت شانك علشان الشانك دي تعمل عندي مين؟ تقلوك عملت علشان يحصل لوك ايه؟ ورك جاك انا هنا بقى عندي مشكله ثانيه استحمل عندي من خد من الشكل حسب مين؟ الوظيفه
البيت ده اسمه أكتر كم مين؟ هالي بريج. فإيه مشكلة إذا ما مش عارف؟ إذا اسمه برد، اسمه برد، ينفع تجزيته؟ حد يشيل ده. تيجي الحكيمة تطش أطفاله على بدل ما يعدي الخمس دقايق، حد يشيل الجسم ده عشان أنا أعمل تجزيته. والحكيمة تيجي تشطف من مناخيره، جه الراجل بايبر وعمل إيه عندي في الشان؟ خلاه كيرف. كيرف على مين؟ على البرنين. مش كده سماه إيه كيرف؟ برنين كيرف. وده حتى حضرتك قلت وقلت فوق مش لقيه، كل ده في المدح مش لقيه. لو اللي كنت لقيته كنت اشتريت مش لقيه. برنير كيرف كبير كده اطول فوق التجربي، اطول فورسز في السلايز، اطول فورسز في السلايز عنده اللي معمول لمين؟ هذا البرنير كيرف اللي انا ايه بتكلم حضرتك مين عليه. طبعا طبعا حضرتك واستخدم على الافتر كامل هالو بريتش، مفروض ان ده ايه مثل عندي للدليفري بتاع الافتر كامل بريتش؟ ده مصر كورن ولا ده مصر رير؟ رير. ده بس ده المفروض ناس 50% يكون ده بس احمد الدور اقول 25% اللي باقيين ليه؟ فبيقولوا لي يا دكتور علشان انت وانت بتطلع الهد دي وحده بتريموت ريموت فلاكشن، عشان حضرتك حاطط الراس بقفص حديد مفيش كومبريشن كومبريشن انترفيير هيمر، عشان يا دكتور ايدك الثانيه بتشرب سيجاره بتبقى سلو مانتين تراكشن، عشان يا دكتور انت ما بتعملش ده تراكشن على الكتف مفيش ايربس او كلامبس بوليسي. بس اذا كان الناس بقول لهم عندي مين ده بس ما عرفوش، مش فاكرين عندي مين اللي حرق الارض وولع فيها ومشي، مش فاكرين خالص بيرن سبيك مارشال، ولا فاكرين جو تراكشن جو تراكشن شولدر تراكشن ماي سو سني دي، مش فاكرين. ده انت ما تشجعنيش ان انا اقول لك الكلام، بس دي موضوع الحق ماشي يا دكتور. طب اخدنا اوكي كيلر فورسز نهي الدرس كيلر ده عبقري عبقري. طب عبقريات يا دكتور جت من مين؟ تعالوا نشوف كده في الدرس بتاعي مين اللي احنا نعمل فيهم ان يكونوا عباقرة لايك ذيس مان. طب ايه يا دكتور هنشوف العبقرية فين؟ انا احط لك زي الاجانب ما بيعملوا معانا بالظبط، انا احط لك ذا بروبلم اند يو هاف تو سولف ات. ايه البروبلم؟ ان الكيلر فورسز ده بيتحط على نورمال برزنتيشن ولا مال برزنتيشن؟ مال برزنتيشن. فتعالى البروبلمز اللي عندي تمام. الفيرست بروبلم اللي عندي ان حضرتك عندي المال برزنتيشن دول كلهم بيتحطوا تحت النورمال برزنتيشن. حتى في كلمه السر مش معقول لونج ايه؟ بارانتس. كانت كل المشكله اللي عندي اخبارهم ايه؟ لونج حضرتك ايه؟ بارانتس. فأول مشكلة عندي، هتلاقي حضرتك عندي نون انجيجد ولا انجيجد؟ هنعملهم كتير علشان الفاريبلز الكبيرة دي أخبارها إيه؟ نون عندي مين؟ نون حضرتك عندي انجيجد. هذه المشكلة الأساسية هي لونج بارانتس. فبقت أول بروبلم عليك تأوفر كم حضرتك إن أعتقد إن هلاقي منهم كتير الهاد بتوعهم مالها عالية نون انجيجد. قول لي كده تفكر في إيه علشان تغلب على هذه البروبلم. بروبلم نمبر 2 بروبلم نمبر 2 سكند بروبلم عندي ايه هي؟ ان كتير عندي حضرتك من المال برزنتيشن دول وفاجئ عندي حضرتك ان الاوت كام عندي نمره 2 ونمره 3 وحش. مال ايه عندي؟ مال روتيتد. مال روتيتد ليه يا دكتور؟ هما ليه الاوت كام رقمهم 1 ورقم 4 عجبك؟ رد انت قلت عشان انت اللي كنت معايا؟ ان سواء طلعت لقدام او سواء رجعت لورا انت كده كده في الاي لاين أنتوا بتصير مش مشاكل خاص، أكسد وأنتيريد وأكسد مش مشاكل خاص، المشكلة عندي في مين؟ نمرة ثلاثة ومين؟ نمرة أربعة، طب إيه المشكلة لو كنت بتحط فورسز في إيه؟ بتلف، لما لو هلف بالفورسز هيبقى في إيه؟ بس على بعض. عشان تعرف الأجسام يوم أخرت، إذا المشكلة رقم ثلاثة. أيوة أستاذ أشرف. عرض الأجسام يوم أخرت. نسيان فضي. حرب ورابع. المشكلة رقم ثلاثة، إيه المشكلة رقم ثلاثة؟ لأن حضرتك العيال دول اللي هم لونج هاد ونون انجيجمنت عندي، بيحصل فيهم مثلا عندنا حاجة غريبة أوي، يا دكتور خير الحاجة الغريبة اللي بتحصل دي؟ بتلاقي الراس اللي هي الكبيرة لما بتيجي عندي بتخش في الحوض تمام؟ فجأة حضرتك عندي ان في كلكوع قدام بارينتال بون داخلة في كلكوع كلكوع اسمها بارينتال بون داخلة في كلكوع في المنطقة
فمعرفش انه يتصرف بيخش الكالكوعتين في نفس الوقت ولا لا؟ لا بيعملوا سوق سوق اوف اسمك الفيزم كالكوع تخش في تلوى بيه تلوى الوخ ايه عندي اسمك الفيزم. يلا قول لي بقى حضرتك عمل ايه كيلانت؟ اكيد كيلانت لعب فين؟ لعب في الشكل. ايه لعب في الشكل؟ علشان عندي يخدم على الفونكشن. قول لي بقى كيلانت عمل ايه؟ شوف الرسمة عندك كبارة. كيلانت عمل ايه في البليت؟ كيلانت عمل ايه في الشانك؟ كيلانت عمل ايه في اللوك؟ كيلانت عمل ايه في الهندل؟ عشان كل حاجة من اللي انا بقوله لو تفكر معايا الراجل ده يستحق عندي كلمه فعلا ان انا احترمه وان انا اقول عليه ان هو راجل ايه عبقري. ادي الكلام فورس بصراحه ادي الكلام فورس. عمل ايه في البليد؟ عمل حاجه غريبه قوي بس لازم كلكم تقروا بيها في البلد. كلمه لما جه يحط البليد بتاعه اكتشف حضرتك انه يحط بليد على 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 رؤوس ملعبه مانو روتيتد. هو ايه المشكله لما احطها على الروس مانو روتيتد؟ لان هو فرضا لو الحاجه عندي بالمنظر ده دايركت اوكسيكتومين ترانسفيرس وجه يعدلها ويخليها دايركت اوكسيكتوم عندي انتيريور شايف التو بليتز عندي فيهم كيرف. اسمه ايه الكيرف ده يا ولاد؟ اسمه كيرف الكيرف. وانا بعمل كده علشان اعدل الراس هيقور اليوتر زي مين؟ زي الفنجان. فاكرين الكلام ده؟ اعمل اوبشن ريفرس. طب قولي لي بقى كيلانت عمل ايه عشان الحكايه دي ما تتعملش؟ حاجه اسهل مما تتخيلوا. لغى مين؟ لغى مين؟ لغى هذا الكيرف. الكيرف بجد قارن كده فين عندي حضرتك كيرف؟ مفيش كيرف خالص. لا في كيرف عندي طالع لفوق ولا في كيرف نازل خلاها كلها ماشيه ان ايه؟ ان لاين. ليه يا دكتور؟ لان احنا ناويين بعون الله نعمل ايه؟ نحط كده على الروس ونعمل ايه؟ نلف. فمش عايز مقوله مين؟ الفنجان. شفت الراجل عامل ايه في البليت؟ بصيت على الورقه اللي عندك مكتوب جنب البليت عمل ايه؟ مينيمال كفاله كيرف. ليه يا ولاد؟ عشان اما روتيت عندي اعور الرحم ولا ما اعورش؟ اعورش. عبقري ولا مش عبقري؟ عبقري. انا شايف ان الحته دي فيها مين عندي؟ عبقري. ماشي يا دكتور اوكي. ادي اول حاجه عملها مينيمال. بس خدت بالك فرونت اسالك سؤال في اخر السنه اللي دخلت لك شكله انا دخلت لك شرير جدا. الفورسبس العادي كام كيرف؟ اثنين. قولهم لي واحد كفايه واحد فيلم. لا انا عندي حضرتك اثنين فرص التانيين واحد ما بقاش اثنين بقى ثلاثه واحد ما بقاش اثنين بقى واحد. مين اللي بقى ثلاثه؟ هايبر. اضاف عليه كيرف ثالث اسمه مين؟ مين اللي بقى واحد؟ كده اتلغى منه انهي كيرف؟ فيلم كيرف. هو ما بقاش غير الكيرف بس اللي اتحط على مين؟ على الراس. واحد بقى ثلاثة اللي هو الهايبر الطريق اوكرنيال كيرف وواحد بقى عندي واحد بس شال من واحد شال من عندي الريك كيرف. الراجل ده عبقري. طيب كده دخلتنا على اول مشكلة عندي هي مين عندي؟ لان حضرتك الروس مان روتيت. يلا تعالى بعد عندي حضرتك البليد في عندي مين؟ الشاك. حاضر ناقص حاجة ثانية؟ يلا طول الشن رفع ايدك واي عشان يجيب الراس العاليه متوقع الراس عاليه لو انت انتر. وهكذا تغلبنا على البروبلم عندي نمبر 2 بروبلم ان هاو تو سولف ات. ذيس از ذا كاتاستروفي اوف مصر. فكروا كروت هو لو مفروض قصادهم عندي مفروض المشكله يقدروا يعملوا جروب ثينكينج ويقدروا يفكروا زي ما الاجانب من مصر ما عادش فيها علامات للاسف. تمام المشكله وايه وحلها؟ حل المانروتيشن اغل الكيرف اللي هيعورك اليوتس. حل النون انجيجمنت طول الشانك اللي عندي ثم تجيب الروس العالي. طيب فاضل المشكله الثالثه واخيره ايه هي؟ اسيمبتوماتيزم. اللي يقولها يبقى عبقري. مين الاسلايد اللي هو بس ده ما شاء الله الراجل عمل كيرف غريب قوي. شايفين الكيرف الغريب ده؟ عمل خانه بيت واحد بس مش بيتين بيت واحد عشان ده يبقى يتعرض يتزحلق. عشان كده اختنا هنا قالت ان اسمه ايه؟ سلايدنج لوك. ليه سلايدنج لوك؟ حد يقول لي ان عندي الفرصه ان اتركب ازاي؟ اتركب كده. ليه كده؟ عشان اللي هتمنى. لا مش معقوله. لا مش معقوله. لا مش معقوله. الهال كده الاثنين برايتال دايمترز زي قصاد بعض ولا مش قصاد بعض؟ قصاد بعض واحد تحت واحد مين؟ وصلت للراس دي اسمها ايه؟ اسمها مش كده؟ فغصبا عنك هتلاقي راس اسيمبليتيك. ليه؟ عشان الدايمترز مالها لونج. طب نتغلب ازاي يا دكتور محمد على الاسيمبليتيك؟ ما تقلقش كده انا عامل يا رب الاقي مصر كده يا رب الاقي مصر عامل ازاي؟
طب ما تخليك انت يا دكتور. مش مصر. ماشي يا سيدي. انا قريت البوم هنا وقريت البوم هنا. احلى حته في الفيلم عبد الله. انا مصري انا مصري اللي هو قفشنا جاسوس يعني. تمام؟ شفت فيلم عسل اسود كده؟ عبقري عبقري. طب يا دكتور لما تركب تبع تسجيلاتك هنا هتعرف تنزل النبي؟ طب طبعا. ايه اللي انا عملته؟ عملت الاسكيلوكس. حط حضرتك على اسكيلوكس هدف. اصل اللوك اسمها ايه؟ قفشه؟ اللوك قفشه ولا سلايدنج؟ سلايدنج. انا مش شايفين اللوك العاديه اخبارك ايه عندي؟ قفشه. على كده اتحرك؟ لا قفشه اسمها ايه اللوك العاديه؟ اصل بيتين كل بيت سايد في التاني فما يتحركش. ان ده بيت واحد بس بيت واحد بس فمين فالتاني ممكن ايه يتحرك عليه فالتاني ممكن يتحرك بيت واحد بس كده مفيش فالتاني يتحرك عليه حط على السكريتك هاد وبعدين ايه بعدين ايه ده يلا لاف في البليت لاف في الشان لاف في اللوك لاف في الهندل لاف في البليت وخلف بليت ايه نو كيرف عبقري عشان الروتيشن لاف في الشان خلاها اطول عبقري عشان نون روتيشن لعب عندي حضرتك في اللوك خلاها عندي سلايد علشان السنكريتيزم ولعب في الهندل كمان لعب في الهندل ليه؟ على كده عنده بقى حكايه في الحته دي في فرق تعالى معايا تمام؟ شايف البيبي بس كل ده ممكن هم عندك يسيبوا كده وهم يوصفوا لي البيبي ده عامل ازاي؟ دي ترانسفيرس فاست دي ترانسفيرس فاست انا هحط الفورسس اهو هحط الفورسس بس واخدين بالكم من حاجه ده مش ده احط اي فورسس كده اصل انا جيت احط ده لقيت ان في مين كيرف لو لفيته كده عشان يوصل الفريق اللي هيحصل اهو هيقوق برافو عليك فانا جيت عندي مين حطيت كده بس اخدت بالكم من حاجه ان الفورسسات العاديه يمين وشمال ابو كده انت فوق تحت مفيش فيها يمين وشمال دي مفيش فيها يمين وشمال لان الاثنين زي بعض لان الاثنين زي بعض انا مفيش يمين وشمال لان مفيش شمال مش عارف هما الاثنين زي بعض مش لاقي حاجه خالص او ايه الاخبار مفيش يمين وشمال امال هنا في مين ومين في حضرتك عندي مين في حضرتك فوق وايه في عندي فوق حضرتك وايه وتحت طب وبعدين يا دكتور تعمل ايه بقى خلص بعد ما حطيت مطلوب مني ان اعمل ايه روتيشن بسم الله الرحمن الرحيم حطيت اهو يعني ليه مفيش يمين وشمال؟ لا حضرتك في يمين وشمال علشان الكيرف ده هو اللي بيعرفني مين اليمين ومين الشمال. عشان الكيرف ده اللي بيعرفني مين اليمين ومين الشمال. ها؟ يتوفر ان الاثنين تحطهم كده. ينفع الاثنين احطهم كده؟ حطهم كده. انا حطيته كده بقى في واحد اسمه يمين بقى في واحد اسمه مين؟ الشمال. لان ليهم كيرف الكيرف ده هو اللي بيعرفني مين وشمال. تمام؟ انما ده حضرتك ما اقدرش اعرف مين يمين وشمال لان الاثنين شبه مين؟ بعض لان ما عادش في يمين كيرف وبعدين انا مش محتاج يمين وشمال ده انا محتاج مين ومين؟ فوق وتحت لان بيتحط عندي على روس معدوله ولا روس منفوفه؟ روس فابريكيت ما انا عايز ايه؟ اعدل حطيت عندي ده ورجعت حطيت عندي ده وايه اللي مطلوب مني؟ ان انا بقى اعدل يلا يا ولاد شوف انا هعدل انا المفروض كده الف قد ايه من الدايره؟ توم توم ربع دايره يلا بسم الله الرحمن الرحيم ادي ربح وادي مين؟ ربح. وبعدين اشيل صح ولا لا؟ لا. ليه قلت لا ليه؟ انا جبت ده مش بتستري؟ طب انتوا عرفتوا وانا ما عرفتش؟ انا ليه ما عرفتش؟ انا مش شايف بس انتوا مش شايفين. حد يقول لي عملها ازاي في الاروبا دي؟ عملها ازاي؟ يا ولد وجي على الهندل وعمل حاجه غريبه قوي حط ايه على الهندل عندي؟ نوباي نوباي حط عندي اثنين نوبس ايه اثنين نوبس حبايتين على كده شويه عشان كده شوف حط عندي حبايه هنا وحط عندي حبايه هنا وقال لي ايه؟ قال لي ده قبل ما حضرتك تقول لي افحص مين اللي انا حاسه هنا؟ الاوكس بليز 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 اما تحط الفرص بتاعك بليز النوبس تبقى ناحيه مين؟ الاوكس الله والمطلوب مني اما الفه بقى اجيبه نوب انتيريو بحيث ان هو يتحول لو سبته انتيريو طول ما انت بتلف وانت شايف مين؟ راجل ذكي. كان النوبز اللي هنا دي علامه لمين؟ الاوبس توريني الاتجاه بتاع مين؟ اللف صح اثبت كده اثبت كده في الامتحان الشفوي ويقول لك كده انت عمل ايه؟ تقدر تقول له ايه الاربع حاجات اللي عملها كده تقدر تقول يا شان يلا على البليت مفيش كيرف مفيش الكيرف كيرف على الشانك طويله علشان النون انجيش على اللوك سلايدنج سلايد هما فين اللوكس الثانيه؟ انجلش اللي هي الدبل سلوت فرنساويين فرنفير سكرو الالماني كان مين؟ الاثنين وبعدين مين سلايدنج طب عمل ايه على الهندل؟ حط مين؟ نوب حط نوب علشان دايما لما بلف ابقى نوب انتيريور
aber aus dem Kantil, يعني كلاً ده مش كده خش الجنة ولا خش النار لا سبحان الله ايه خير هنزيد لهم كذا خير الكلام سواء من الغلطة الغبية اعتقد ان هي بتخدم ايه الخير اللي قلت بكل الغلطة الغبية دي اما جه عندي هيحط الفرش بتاع المنظر ده جه حضرتك عندي قال لك ايه قال لك هدخل عندي وان بليد كله يمين كله كحه مش احنا بنعمل كده كده عمل ايه اول حاجة اول حاجة دخل حضرتك عندي الانتيريور بليد ده دخلها ازاي دكتور عندي؟ دخلها هنا من سيرس بيرس، دخلها في الغواز اسفل، هو تقريبا تعب، يعني اخر الحصه تعب. بس اسفل هنا تحت السيرس بيرس، خلى الاولاد دقيقه عشان يمشي، وعمل ايه؟ وراح حاطه كده 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 بالمنظر ده تحت السيرس بيرس، وبعدين عمل ايه في الراس؟ عمل ايه في الفورسبس؟ ليه الاوريجنال كلاند مانفل دي متخلفه؟ فمين العوارض دلوقتي؟ انت مش عوارض، انت شكرا خالص. تمام؟ لو ما شكرتوش بتاع كده شكرا وانت بتجي بتجي. فاوريجنال كيلد ماثود دي يكتبوا جنبيها متخلف. هي على الرسم، على مين؟ على كل حاجه على الرسم. تمام؟ اوريجنال كيلد. امال انتوا رايكم يا اولاد تستخدم الحد الذكاء. امال يا اولاد رايكم كده ولا كده؟ ولا ايه احسن يبقى كده ولا كده؟ شايفين؟ تمام؟ يبقى اوريجنال كيلر ماثود دي متخلفه لان خلت كيرف عندي انتيرلي تحت السيرس بيوبس برافو عليك امال مين الاحسن يا غفران؟ ان انا اخش عندي كيرف بحيث تبقى الكيرف دي على طول على مين؟ على الراس بحيث ان كفايه الكيرف دي تبقى باصه على مين؟ على الراس مش دي احسن؟ دي اسمها دايركت ماثود يعني ايه دايركت ماثود عندي؟ انا حضرتك بيروح حاطط هنا تحت السيرس بيوبس بيروح حاطط كده على طول دي احسن ولا المتخلف في الكلام ده بقى اشتمه بقى دلوقتي وحط كده وبعدين لف؟ اكيد الاحسن انك تعمل ايه؟ تعمل بشكل دايركت بالمنظر على فكره البرنس ده اكيد انتوا معترضين اكيد انتوا معترضين لان مين الاسهل؟ سيكس بيبس ولا سيكر؟ اه اللي انت لسه راجل سيكر يبقى احسن طريقه تحط جل وتحط ايديك كده عارفين ايديك كده ليه؟ عشان تاكل كده وتحط ورا وبعدين تعمل ايه؟ وتفضل تلف 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 دي اسمها ذا امريكان او ذا وندرنج ماثود. تلف 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 لغايه عندي اي وندر وير اي وندر وير 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 لغايه ما ايه؟ ما تحط عندي بالمنظر كده صح. اه؟ يبقى قال لي البليد اللي بتتحط الاول انتيريور ولا بستيريور؟ قال لي البليد اللي بتتحط الاول انتيريور ولا بستيريور؟ انتيريور كل الثلاث دول اللي ممكن احط بين انتيريور دي. ايه دي اسمها ايه وخش فيها؟ اوريجينال اوريجينال كيرنت يلف كده طب دي اسمها مين؟ دايركت ابلكيشن برضه صعب طب مين الاسهل عندي؟ امريكان واندرنج ماثود احط ده وافضل الف 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 لغايه ما ايه؟ واسمها دي واندرنج لان الراس ممكن تبقى كده وكده الراس ممكن تبقى بالعرض او بالايه؟ حط كده وتوندر وتوندر لغايه ما ايه؟ تلبس ولو كان بيبي ترانسفيرس تحط كده وتوندر توندر توندر لغايه ما ايه؟ تلبس. طب بعد ما حطينا الانتيريور بليد مين تاني خطوه؟ السير بليد ولا شمال؟ يمين ولا شمال؟ هما ايه؟ انتيريور بستير. مين اول حاجه حطت الانتيريور بستير؟ انتيريور. كام طريقه عندي؟ ثلاثه والبست ماسكه هي مين؟ واندر ماسك. حط ده وارجع لفه كده. طيب والبستيرير؟ معلش هسيبك كده صعب. اول بستيرير اهو مخلصه خش ورا عندك. طب بعد ما حطيت البستير ايه الخطوه الثالثه؟ ايه الخطوه الثالثه؟ اعمل ايه بعد ما حطيت عندي البستير؟ ايه الخطوه الثالثه؟ لوك. طب بعد ما تعمل لوك ايه الخطوه الرابعه؟ اعمل ايه؟ اسنكريتيزم. هتلاقي الهيد اسنكريتيك اعمل مين عندي؟ اسنكريتيزم. طب بعد ما تعمل عندي اللوك وتعمل عندي الاسنكريتيزم ايه الخطوه الرابعه؟ وبعد ما تعمل روتيشن ايه الخطوه الخامسه؟ وبعد ما نشد ايه الخطوه السادسه؟